السلام عليكم يا أصدقاء، معكم لبيبة من قناة Book and the Crafts. اليوم رح أحكي عن مشاركتي بماراثون البوكتيوب العربي. رح أترك كل الهاشتاجات اللازمة للماراثون تحت حتى تقدروا توصلوا لكل الفيديوهات اللي عم تحكي عن هذا الماراثون. الماراثون هو قراءة 7 كتب تحت 7 تصنيفات مختلفة خلال تقريبا 7 أيام. في طبعا شروط ممكن تجاوزها بالماراثون. حتى تعرفوا التفاصيل أكثر بتقدر تدخلوا على قناة زكريا اللي أطلق الماراثون للمرة الثانية في الوطن العربي، وقناة بيان أيضا اللي بتوضح الماراثون بشكل أفضل، وأكيد رح أترك لكم الروابط بصندوق الوصف إن شاء الله. لكن بالمختصر ممكن نحكي عن الماراثون كالتالي. الماراثون بيطلب منك انك انت تشارك ب7 مواضيع مختلفة، وممكن تدمج الكتب في داخل هاي المواضيع، يعني يكون الكتاب الواحد عم يحكي عن اكثر من موضوع واحد في نفس الوقت. المواضيع اللي بيحكي عنها، اول شيء لازم يكون في عندك كتاب بتكون عنوانه من كلمة واحدة، كتاب غلافه ازرق، كتاب من ادب الطفل، كتاب شعري، كتاب بيحكي عن الهوية، وكتاب أيضا ضايل عنا كتاب إيش مشهور على السوشيال ميديا، وكتاب من سلسلة ما وراء الطبيعة لدكتور أحمد خالد توفيق. إذن هاي هي 7 مواضيع الأساسية اللي يفترض إنه إحنا نقرأ فيها في فترة ما بين 12/8 لحد 18/8. هلأ رح أحكي عن خياراتي للمواضيع الأساسية. كنت مختارة حزمة أكبر من الكتب، لكن قررت أخذ الشيطان وأختار الكتب اللي أقل عدد صفحات حتى أكون منطقية في تحقيق هدفي. رح أبدأ لكم بالكتب تحت أي تصنيف أنا اخترتها، ورح أبدأ بالكتب حسب أنا شو ناوي ترتيبها، يعني بالقراءة ناوي أبدأ فيها أول، رح أفرجيكم إياها أول. أول كتاب رح أبدأ فيه اللي هو الكتاب المخصص للأطفال، اللي هو كتاب كنوز الملك سليمان. هذا الكتاب لبنوتي سلمى من نادي القراءة، لأنها هي مشتركة بنادي القراءة في درب المعرفة، وكانت خلصت وقرأته مع نادي القراءة، وأنا حطيته بالمكتبة قلت يعني بيجي يوم وبرجع بقرأه. أعتقد أنه كتب الفراش القصص العالمية كلها أنهيتها وأنا طالبة بالمدرسة، لكن مش غلط بإعادة قراءة الكتاب، وهو تحت تصنيف كتب الأطفال، في نفس الوقت في على الغلاف زي ما أنتم شايفين لون أزرق. الكتاب الثاني اللي رح أقرأه اللي هو الكتاب الشعري متاهات في المنفى، شاعر محمد عبد الله حماد. هذا الكتاب كان في تظاهرة ثقافية عنا بعمان، بحيث انه وزعوا كتب على المدرج الروماني، وكانت الكتب مجانا، فراح زوجي وبنتي وجابوا الكتابين، هذا كان احدهم متاهات في المنفى، وهو فعليا الكتاب الشعري الوحيد اللي اعتقد عندي. كان عندي ديوان كامل لنزار قباني، لكن اهديته لصديقة عزيزة جدا علي، واصلا ما كنتش كتير يعني مغرمة فيه. فمتاهات في المنفى رح يكون هو الكتاب الشعري، وفي نفس الوقت ايضا كتاب لونه ازرق. الكتاب اللي رح أقرأه لوراء اللي هو كتاب سلاحف إلى ما لا نهاية لجوني غرين، تحت تصنيف الأول مشهور بالسوشيال ميديا، والثاني إنه أعتقد إنه هذا الكتاب حسب ما قرأت أو سمعت مراجعات عنه إنه هو بيحكي عن مشكلة معينة في شخصية أو مشكلة نفسية، فهو يمكن كتاب تناول الهوية. الكتاب الأخير اللي رح أقرأه اللي هو كتاب زورو، هو الكتاب الوحيد الموجود في مكتبتي أصلاً اللي بتكون من اسم واحد أو من كلمة واحدة، عنوانه عبارة عن كلمة واحدة.